ونحن في شهر رمضان. أنا لا أكذب عليكم هنا، أنا أنقل لكم الحقائق الدقيقة. لو لم تكن هذه المطالب حقائق دقيقة لما تفوهت بها، ما حاجتي إليها، لست محتاجا لها، لا أنتفع منها شيئا، بالعكس هذه ستجر علي الويلات. حينما أفضح هؤلاء السفلة سيسعون بكل ما أوتوا لإيذائي، إنني لا أنتفع شيئا من هذا. إنما أريدكم أن تعرفوا الواقع وكيف ضحك على أجيالنا السابقة وعلى أسلافنا الماضية. المذهب الطوسي عمره 1000 عام، منذ سنة 448، وحينما ستكتمل 1000 عام سيقيمون الاحتفالات بمناسبة مرور 1000 عام على تأسيس حوزة السفاهة والسقوط الأخلاقي. أتحدث عن حوزة النجف، ولو لم تكن كذلك لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق؟ لماذا؟ يا أيها العراقيون ويا أيها الشيعة بشكل خاص، لماذا لا تسألون أنفسكم هذا السؤال؟ لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الأولى في العراق؟ لماذا؟